كنا أربعة أوصى تما كاينة بدل الدار ما كاينش أقول كون عندنا بنت واش أنت غتقدر تغامر براسك للموت راه ما يمكنش ولكن راه الله غالب راه لا إله إلا الله ربي كيشوف ما خزناش على رؤوسنا هو ما يمكنش غنفرطو ما كاينش بنادم تيفرط في راسو ولكن راه لا إله إلا الله الموت بعينه لا هو كان يعني الدار شوية مطقطقة وكذا ولكن هاد الشيء ديال الأخرى صافي الدار هبطات كلها هذاك الجن اللوراني ديالها كاملة يعني ما تقدرش تصبر ما تقدرش تزيد لك كان شي حاجة ديال المنازل هاد الأسقف ديال المنازل كتشكل خطورة على الساكنة اليوم هذه الخليه هذه اللي كاينه على مستوى مقاطعه سيدي بليوط يعني انتقلت الى اي مكان نتمنى تضافر الجهود لانه ما يمكنش نخليو مواطنين داخل مقاطعه سيدي بليوط ونبقاو نتسناو بالموفر لهم العرض ديال السكن ما يمكنش تجي عند واحد وتقول لي خاصك تغلق المحل وتخرج هذه بالنسبه لينا حنا هي حمايه ديال الكراسي ديال المسؤولين بالنسبه لينا حنا كيتخص هاد الساكن اللي غادي نحيدوه لانه في وضعيه ديال الخطر خصنا نلقاو له السكن ما نبقاوش نتسناو واحد العروض وكنتوجهو من هنا مباشره للشركه ديال ادماج السكن انها توفر لنا العرض ديال السكن لانه ما يمكنش ان هذا المواطن اليوم كتقول له خرج هو يفضل انه يبقى في هذا المنزل اللي فيه تهديد على الارواح ويفضل انه يموت في هذا المنزل هذا على اعتبار انه في هذا الحي ممكن ان تقام له جنازه. شي محسنين لكن شي سعاده حنا مغاربه ولكن راه هذا حنا وطنيين يعني راه لا اله الا الله زعما لو وقعت شي حاجه الله يسر لا قدر الله راه كارثه ما يمكنش دولتنا غتسمع فينا وحنا في هذه الحاله يعني. كون عندنا الامكانيات راه على الاقل بنادم ما يمشيش بقى يمشي يشريها بالراكب يستاق الرباح ولاد الحاله هذه بقى يشرب فين ما تكلم شي راه عداه ولا شي شتا ولا يضبط الحال ولا حنا كنعيشوا رعب رعب حقيقي ماشي زعما كاين والله ما كنعس من الخوف ديال دابا تريب هنا طيح دابا تريب هنا طيح دابا تريب هنا طيح السبب هو البني قديم البني راه عارف بني قديم ماشي شي بني الاساس والبيطون وديك الشيء بني قديم العود والتراب وديك الشيء راه سنين يعني راه حنا راه ساكنين بها دابا جاي تقريبا قرابه 20 سنه. خالد سلف من الله مبتلين السلطه المحليه بما يتجه للقريه المدنيه وكذلك Thank you.